بالنسبة للشير فورس دايجرام، القاعدة الأساسية بتاعتنا إن إحنا نبدأ من الشمال. بالنسبة لنا في الفريمز هبدأ من شمال الإليمنت، يفضل إن إحنا نبدأ بالطرف الحر بتاعنا ده عشان يسهل عليا الحل بس وأخلص بقى. فهبدأ من الطرف ده، هلاقي إن أنا ما عنديش أي لودز، خدت سكشن واشتغلت من على الشمال فهلاقي ما عنديش أي لودز، فتبقى بزيرو الزيرو. وبما ان عندي ديستريبيوتد لود فمش هقدر ارسم خط كونستانت، فانا هرسم خط دوتد، هرسمه بس تحت اللاين ده لغاية لما الاقي. طبعا انا هنا في الشير فورس دياجرام مهتم بس بالفورسز اللي هي بيربنديكولار على الاليمنت اللي انا بدرسه. فوانا ماشي دوتد زي البيم بالظبط هلاقي 2 طن جو with the flow، فالاتنين طن هتنزلني لتحت قيمة قد ايه؟ قيمة 2 طن. واكمل في اتجاه الالمنت بتاعي لغاية اخر الممبر. وزي ما قلنا في النورمال فورس ديجرام، هنقول في الشير فورس ديجرام عند نهاية الممبر انا بقفل للصفر. ايه السبب؟ لان لو قطعت سيكشن واشتغلت من الناحية التانية، توتال اللودز بتاعت الناحية التانية هتكون بتساوي نفس اللود اللي عندي، يبقى هتكون بتساوي زيرو. يبقى هنا احنا وقفنا هنا عند 2 طنز وهنا عند 2 طنز. شير فورس دايجرام الفانكشن بتاعته لينير، فأوصل ببداية ونهاية الديستريبيوتد لود، ويبقى هو ده شير فورس طبعا تحت بالنيجاتيف. نبدأ بقى من الاليمنت ده ونبدأ من شمال الان، كأني واقف هنا وببص. فلما ابص هنا شمال الاليمنت هلاقي في اول لود عندي بيربنديكولار على الاليمنت هو الـ2 طن، يبقى هطلع قيمة الـ2 طن، وهلاقي ان ده distributed load فمش هقدر امشي ب continuous line، امشي ب dotted line. 2 طن، هلاقي فيه 2 طن تاني بترجعني عند النص اللي هي concentrated، عايزة ترجعني تاني 2 طن، يعني ارجع للصفر واكمل لغاية آخر الإليمنت مفيش أي لودز تانية، فهقفل عن زيرو وأوصل. زي ما قلنا إن الديستريبيوتد لود اليونيفورم بتبقى الفانكشن بتاعته هي إيه؟ الديستريبيوتد لود الفانكشن بتاعته لينير في الشير فورس دايجرام. نيجي عند الاليمنت ده، لو بدأت من على الشمال وقطعت سكشن هنا فلازم احسب توتال اللودز دي اللي في الليفت هاند سايد، يبقى مضطر ان انا ابدأ من على اليمين، والاسهل ان انا اقطع سكشن واحسب توتال اللودز اللي في الرايت هاند سايد. فلو بدأت على اليمين انا همشي عكس، يعني لو همشي عكس الفلو بتاعي. فلو جيت قطعت هنا سكشن ومهتم بالفورس، خلي بالك اللي بيربنديكولار على الالمنت، يعني لو ده الالمنت انا مهتم بالفورسز اللي كده، ف 9 اوفر 5 مش مهمة بالنسبة لي، هلاقي ال 12 اوفر 5 اللي احنا عملنا لها ريزوليوشن بدل من التلاتة، ف 12 اوفر 5 خلي بالك دي طالعة لفوق، يبقى انا هنزل لتحت لان انا بدأت من على اليمين. 12 اوفر 5 دي تقريبا بتساوي 12 over 5 تقريبا بتساوي 2.4. هكمل خط بتاعي distributed لان ده كمل dotted لان ده distributed load، فهكمل لغاية لما هاجي في النص وهلاقي ال 4 tons اللي هي بتعبر او انها ال component بتاعت ال 5 tons بس ال perpendicular لل member بتاعي، فلان ال 4 tons عايزة تنزلني فوق، يبقى انا هطلع انا ماشي عكس
4 تونز ماينس ال 2.4 هتوصل لغاية 1.6، يبقى القيمة دي هي 1.6 بالنسبة لي. 2.4 مظبوط. وأكمل لغاية نهاية ال member، ما عنديش أي loads تانية غير ال distributed load، فهقفل عند الزيرو. يبقى ده كده عند 1.6. وما ننساش نوصل الفانكشن بتاعتي linear